السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى مشاهدين؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. الفكرة بتاع النهاردة هي دي، او انا كنت سجلتها من شوية لكن التليفون كان فيه مشكلة فمسجلتش، فانا هشرحها خطوة بخطوة وبعدين هكملها تاني مع حضراتكم. دي شنطة عاملينها من ايه؟ من الازاز. دي هنبدأ ازاي بقى الخطوات؟ هنحتاج الاول للعمل ازايز، طبعا ازايز مية، ازايز بيبسي، الازايز دي هي اللي ما بنرميهاش دي. هنحتاج قطر، وهنحتاج خرامة ومقص، وهنحتاج مسدس شمع، وهنحتاج قماشة دي للبطانة هنحطها في قلب الشنطة، وهنحتاج مناديل ديكوباج. مناديل الديكوباج دي ممكن نعوض عليها بقماشة عادية، فضلا من اي حاجة عندنا، عباية، فستان، اي حاجة، اي قماشة شكلها يكون حلو، وهنعملها بطانة للشنطة. انا عندي قماشه اهو، بس انا فضلت اعمل مناديل عشان المناديل شكلها حلو. هنحتاج خيط، هنحتاج الكواسين للشنطه، ممكن نشيلها من شنطه قديمه، ممكن نشتريها، اي حاجه، وشويه استرسات. هنحتاج خيط وابر، ابر من دي. بسم الله نبتدي العمل. الاول احنا هنبدا الازاز دي بيبقى فيها مكان، يعني مكان هنا في النص بيبقى سالك كده حلو، يعني مش مفيش اي اشكال ولا بروز ولا اي حاجه. فاحنا بنيجي من نص الازازه وبنفتح بالقطر. انا مش هفتح دي لان ده مش اللون اللي انا عايزاه ومش دي اللي هشتغل بيه. هنفتح بالقطر وبعدين هنقصها بالمقص وبعدين هنفصلها عن بعضها. هناخد بس الجزء اللي احنا عايزينه، اللي هو الجزء اللي في النص، اللي هو ده الجزء اللي في النص اهو. بعدين هنطبقه كده وبالقطر بالقطر، وهنحدد الجوانب بتاعته من هنا ومن هنا او بطرف المقص. بعد كده هنجيب الخرامة، ده هنعمل من دي 6 أجزاء، يعني 6 أزايز، 6 أجزاء. وبعدين هنجيب إزازة تانية، يعني هيبقى معانا مثلا 7 أزايز أو 8 أزايز. هنعمل جنبين دول، لأن أنا بعملهم مجوز، يعني أنا ما بقطعش كده مفرد، أنا باخد الحتة بتاع الإزازة زي ما هي كده وبقوم عاملاها كده، ما بقصهاش، بشتغل عليها وهي مطبوقة 2. بعد كده بخرمها بالخرامة اهي، نخرمها كل سنتي، يعني احنا ممكن نقيس بمسطرة وممكن بالنظر كده كل سنتي. ماشي كده احنا خرمناها داير ما يدور. طيب هنعمل ايه بقى الخطوة الجاية؟ هنجيب، وطبعا انا ان شاء الله هيبقى ليا معاكم حصص الكروشيه، هنجيب ابرة كروشيه وخيط. الخيط ده تركي، انا رحت في المكتبة اللي هي بتبيع الخدوات، اللي هو بيبيع الادوات الخياطة والابر والحاجات دي، جبت الخيط ده تركي. هو قال لي في مصر وفي تركي، بس المصري ما لقيتش اللون ده بالظبط، يعني ما لقيتوش الا في التركي. دي ب20 جنيه، ده لسه اللي هتكلفنا، الباقي كله هنعمله من عندنا من البيت. ادي ايدنا الشمال وايدنا اليمين، هنلف الخيط اهو، هنلفه على ايدنا الشمال ونمسكه بالصابعين دول، وهنيجي بقى في الخرم اللي احنا خرمناه في الجزء اللي شلناه من الزجاجه، هندخل الابره. وفي الابر بتبقى احجام برضو عند الراجل الخردواتي، بتبقى احجام واشكال، يعني مثلا دي 3.5، واللي انا بشتغل بها دي 0.0.0، اصغر حاجه. فايه احنا هندخلها في الخرم بتاع الجزء اللي قطعناه من الزجاجه، وهنجيبه تحت. شوف احنا ماسكين الخيط ازاي، هندخله كده تحت الخيط، وبعدين هنلف لفه ونقوم ساحبينه. الاول لما اوريكم الاول ازاي نعمل السلسله، اللي ما بيعرفش خالص يعمل كروشيه
الخيط احنا مسكناه في ايدنا الشمال ومسكناه اهو في السبابة والوسطى، بين السبابة والوسطى، وهنقوم الصبعين دول، الصبع الكبير والصبع الوسطان، ماسكين طرف الفتلة، هنقوم لفينها لفة كده كاملة على الإبرة، ونقوم جايبينها من جايبين الإبرة نفسها من تحت الخيط، ونروح ساحبينها من العين اللي هي عملناها، ونرجع تاني نعمل نفس الحركة بقى. دي سلسلة اهي، دايما الإبرة تحت الخيط اهي، الخيط دايما بيبقى فوق الإبرة، يعني الإبرة فيها جزء متني من فوق، دايما الخيط بيبقى فوق في كل شغل الكروشيه اللي احنا بنشتغل، لأن لها جزء مدبب ومتني، علشان احنا لما نيجي نسحب الخيط هو يسحب معانا الخيط بسهولة. دي بقى غرزة السلسلة اللي هي ثابتة معانا في الكروشيه، واللي هي بيتبنى عليها كل أنواع غرز الكروشيه، غرز الكروشيه بقى الوردات والفستونات والكلام ده كله بالعدد، يعني احنا بنعد، بس هي نفس الغرزة. وفي غرزة العمود، هي نفس غرزة السلسلة، بس بنطولها شوية وتبقى كده اهي، بقى دي غرزة العمود اهي، دي غرزة العمود. طيب احنا هنعمل بقى في الشغل بتاعنا النهاردة، ادي الجزء اللي احنا قطعناه من الزجاجة وخرمناه، هنجيب هنا وهنسحب برضو زي ما قلت لكم من فوق اهو، وهنقوم واخدين غرزة برضو من فوق الازازة، من فوق سن الابرة من فوق، ونرجع تاني ندخل الابرة في نفس الخرم، نعمل 3 مرات نفس الغرزة اهو، بقى كده طلع على الابرة، على الابرة غرزة واحدة او عين واحدة. هندخل الابرة في نفس العين دي وهنسحبها، هتطلع هيبقى 2، هنروح لفين لفة واحدة بس ونطلعها من الاتنين، ونرجع نعملها تاني مرة اهي نفس الحكاية. نبدأ بقى نشتغل في كل البتاع اللي احنا عملناها كده، داير ما يدور، نشتغل 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 فيها لغاية ما تخلص، نفس الطريقة دي اهي. هعملها لكم كمان مرة اهي، ونسحبها من الابرة اهي اهي، ونطلعها نسحبها من تحتها كمان مرة. طيب احنا كده اشتغلناها كلها داير ما يدور بنفس الشكل ده، اشتغلناها كلها داير ما يدور، بس هنيجي الجنب ده مش هنقفله الا لما نشوف، يا اما نحط فيه القماش، يا اما هنحط فيه مناديل الدكوباج اللي انا قلت لكم عليه. فانا ايه، انا فضلت احط في الشنطه دي مناديل الدكوباج. طبعا انا كان فاضل من معايا من المره اللي فاتت شغل مناديل الدكوباج، الجزء بتاع الازازه احنا اشتغلناه من هنا وهنا وهنا، فاضل بقى الجزء ده، هنقوم مدخلين منه يا اما القماش يا اما مناديل الورق اهو، ونشتغل ونكمل شغل عليه، نكمل شغل عليه. هنعمل من ده 6 اجزاء، 6، وطبعا حسب الورد ده حسب ذوقكم انتم. انا عملت هنا وردتين نفس الشكل، وفي النص ورده مختلفه، وهنا نفس الشكل وفي النص ورده مختلفه، ونفس يعني انا عكست ورا الاصفر في النص والنبيت على الاطراف، وهنا برده نفس الحكايه. هنعمل بقى من 6 اجزاء من دول، وهنوصل ال6 اجزاء من دول هنخيطهم في بعض عادي، خياطه لفقه عادي، بس ما نيجي نعمل هنروح حاطين الاتنين جنب بعض ونفصل كده، نخيط كده كده كده، لفق كده زي اللفق العادي خالص، زي الخياطة العادية خالص. نيجي للجزء ده، انا مش عايزة اعمله ازازة من دي، مش عايزة اعمله من الشكل ده، انا عايزة اعمله كروشيه عشان الشنطة لما هتيجي تعمل هتبقى كده، تبقى كده، تبقى سهلة الفتح والقفل، لكن البتاعة دي هتبقى موقفاها كده، لو دي هنا هتبقى موقفاها كده، هتبقى مش هتنفع ان هي تتلم كده على بعضها. والجزء ده، الجزء اللي فوق ده، انا لقيت الجزء ده قصير، الجزء بتاع الازازه قصير، فقلت اما انا اطولها عفوا اطولها بخيط كروشيه اعمله عادي، فانا اشتغلت الكروشيه عادي، عملت السلسله وسلاسل جنب بعض جنب بعض، ان شاء الله هوريها لحضراتكم. السلسله اهي،
هعمل مثلا 10 سلسلات جنب بعض جنب بعض، خلاص اهم، وهرجع تاني بنفس العين اللي على الابرة مش هفلتها، اقوم مدخلها في عين من الاول، عين من عين السلسلة، واقوم لفها عليها لفة في واحدة بس، واقوم سحباها واقوم عاملة كده، وهكذا. زي الشغل اللي اشتغلته على بتاع الجزء ده، هو الشغل اللي هشتغل بيه ده، وهفضل شغالة بيه على طول اهي، هفضل شغالة الجزء ده كده على طول. هفضل شغالة كده لغاية ما يدينا الشريط الطويل القوي ده، وبرده نفس الحكاية في الجنب، بدل ما يبقى شريط هنزود، احنا بدل ما تبقى 20 سلسلة تبقى 22 سلسلة او 32 سلسلة، ونقوم مكملينها مشغلينها شغلينها للآخر، هتبقى الجزء ده عشان نركبها في الشنطة. وبعد ما نعمل بقى الجزء اللي في تحت ده، الجزء اللي تحت ده احنا مش هنعمله مجوز، احنا هنجيب الواحدة زي دي من ازازة، هنطلع واحدة زي دي من ازازة، وهي هي كده كده ايه اهي، هنطبقها 2 ونروح تانيينها 2 كده، نروح قاطعينها بالنص. ونروح قاطعين النص اللي احنا طلعناه برضو نص، نصين. هناخد بس 3 من دول اللي هما دول، وهنشتغلهم نفس الغرزة اللي احنا عملناها دلوقتي، لما يخلصوا هنحطهم كده مع بعض، ونلفق نلفق نلفق نخيطها كده، وبعد كده هنوصلها بالشنطة برضو خياطة كده، خياطة كده نخيطها بس خياطة عادية خالص. طيب احنا خلصنا الخطوات دي، هنيجي بقى عشان نعمل الايد بتاع الشنطه. هنعمل ايه؟ نجيب مثلا جزء، احنا مش هنعمل بقى ازازه تانية ولا حاجه، هنجيب جزء من اللي احنا قصيناه من الازازه، يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت، وهنقوم قاطعين كده، وهنقوم جايبينها كده اهو على حسب عرض الايد اللي احنا عاوزينها، اذا كنا عايزينها رفيعه ولا طويله. هنقطع 2، هنقطع 2 من دي، 2 اهم، دي ايد، والايد التانية اهي، دي الايد التانية، يعني دي 2 ودي 2، دي 2 ودي 2. وهنبدأ نجيب الخرامة ونخرمها برضو نفس النظام، نفس الشغل، نخرمها من الاربع النواحي بتوعها. احنا عملنا من الطرف ده، نعمل من الطرف التاني برضو نخرم اهي، وهنالاخر بقى ونشتغل بالغرزة اللي انا وريتها لحضراتكم دلوقتي، نشتغل بيها لغاية ما تخلص. طبعا هما 2، لما تخلص هنقوم شابكينهم في بعض، انا عملتها عشان هي اصلا هتاخد وقت اهي، عملتها وشبكتهم في بعض، عملت الاربع ايدين وشبكتهم في بعض، بس احنا مش هنركبهم دلوقتي لان لسه في خطوة دلوقتي هنعملها. الخطوة اللي هنعملها ايه بقى دلوقتي؟ احنا وصلنا دول كده بالشنطة، الجزء اللي احنا عملناه هنا بالشنطة، هنعمله ازاي؟ اعتبر ان هو كده مش موجود مثلا، وهنقوم جايبين حاطينه كده بس من جوه بقى عشان نفرده لفوق، هنخيط بالابره، نخيط بالابره نلفق نلفق او نخيط خياطه عاديه خالص، وبعد كده هنقوم سايبينها كده اهي بالطريقه دي بس كده. الخطوه اللي بعدها بقى هنعمل ايه؟ هنجيب قماشه عاديه، قماشة عادية خالص كده، هنستعمل بقى المسدس الشمع، قماشة عادية خالص اهي،
قطعها، كان عندي قماش كتير يعني منها ابيض اهو، انا قست جبت الشنطه وحطيتها كده، حطيتها كده على القماشه، ورحت تانيه القماشه عليها كده. انا كنت عامله الخطوات دي كلها في الفيديو اللي فات بس ما اتسجلش، ورحت قصه من هنا وقصه من هنا، وخدت انا ايه حته صغيره كده عملتها جيب، وقلت عشان لو اهو اللي يحط بقى في الشنطه اهو جيبه، جيب صغير كده يعني هيبقى داخل الشنطه، الاوراق البطاقه لاي حاجه الفلوس. ما عملتوش بسوسته لان انا كنت جايبه سوسته سودا سمرة يعني ما فيش عندي بيضة، بس ما جيت حطيتها عليها قلت هيبقى شكلها يعني شاذ او في الشنطة، فما عملتهاش، قلت اسيبها كده عادي يعني هي مش هيتحط فيها حاجة، يعني دي شنطة للنادي للبحر وقفلت بقى الشنطة من الجوانب من هنا، قفلتها كده وقفلت بقفل بقى التاني الجيب الجانب التاني. انا بتني الطرف ده عشان لما اجي اركبه، لان هيبقى الشنطه شفافه هيبقى باين منها الحاجه اللي جوه اهي. نخيط خياطه عاديه لان كده كده هنلزقها بالشمع فهتبقى متينه يعني. انا بخيطها قدامكم وهحطها في الشنطه قدامكم، لان في خطوه مهمة جدا ان انا هركب فيها كبسونة، هركب في البتاعة دي كبسونة، فانا عايزة اوريها لحضراتكم وهي بتتركب ازاي. كده خلاص احنا هنعمل، شايفين الشنطة من هنا مربعة، فاحنا هنيجي على طرف الشنطة، احنا خيطنا البطانة اهي، هنيجي على طرف البطانة من تحت وهنشوف كده مثلا المقاس بالظبط بتاع الشنطة اهي اهي، وهنخيط الحتة دي عشان لما نحطها في الشنطة تبقى واخدة عدلتها بالظبط. والناحية التانية برضو. خلاص احنا عملناه من ناحيتين، احنا ممكن نقصها يعني مش عشان ما تبقاش مكلكعه اهي كده كده احنا هنلزقها بالشمع. خلاص احنا هنحطها كده في الشنطة. انا خليت الخياطة من هنا من جوه من 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 هنا من الطرف اللي بره، نحطها كده وانا قصدت ان انا اعمل قماشة بيضة علشان الخلفية تبقى تحت هنا ورق الدكوباج تبقى خلفية بيضة علشان تبين شكله اهي.
انا كده كده هعملها وهلزقها بشمع وهظبطها وهرجع لحضراتكم تاني، وبعدين نركب بقى الايد ونشوف احنا هنعمل ايه. انا كده لزقت البطانه جوه اهي، ومن البر اهي، اي تظبيطه اي حاجه فيها نعملها برده مفيش مشكله. خلي بالكم من الشمع لان لسعته جامده جدا. احنا كده بنقوم لازقينها من جوه بدل ما نخيط، الشمع بيبقى جامد جدا. طيب احنا هنعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل الكباسين اللي هي لجوه، اللي هي القفله بقى بتاع الشنطه. هنعمل ايه؟ هنجعل البطانه نفسها، اهي، هنعمل واحده هنا وواحده هنا، ونجيب المقص الكبسوله نفسها لها وحدتين، بندخل الوحدتين في الاثنين اللي احنا قصيناه اهي، وفي طرف كده بيتحط فيها بيمسك الوحدتين في بعض اهو. بنجي احنا بقى ببنس عاديه او باي حاجه، بنتنيه كده، بنتنيه العكس يعني. طيب الطرف الثاني بقى نشوف بالظبط في المكان اهو عشان تشوفوا هنا. يبقى هنيجي برضو بطرف المقص عشان اوريها لحضرتك، وفي برضو الطرف بتاعها اللي هو بيحبسها اهي. وبنمسكها بتاع البنس، والناحية التانية برضو نفس الكلام. احنا ممكن نخرمها فرن بالليل بطرف مقص صغير اهي. نكبر الفرن شويه ونحط الطرف بتاعها والتانية نفس الحكاية. اهي
وقبل ما نخيطها ونلفوها برضو هنعملها بالشمع. خلاص يعني احنا كده كده هنلف دي ونلفقها، فقبل ما نخيطها ونلفقها هنلزق دي كده بالشمع عشان نبقى متأكدين ان هي متمكنة جامد من ال اهي. والتانية نفس الكلام. كده كده برضو هنخيطها. نجربها لسه بقى الايد ما تلك. انا هلفق دي داير ما يدور كده، وهرجع لحضراتكم تاني عشان نركب الايد بتاعتها. خلصت يا حبايبي اهو، انا خلصت البطانة ولفقتها من هنا، خيطتها من هنا بعد ما لزقتها بشمع عشان حتى لما اجي اقفل وافتح تبقى متينة، ما تبقاش سهلة ان هي ايه تتقفل او تتفتح من لوحدها. طيب احنا بقى جينا دور الايد. طبعا انا وريتكم الايد بتتعمل ازاي، بنقطع حتة من نص الازازة الجزء ده ونعملها شرايط ونخرمها بالخرامة ونشتغل بالكروشيه. بعد هنشتغل اتنين لان الواحدة بس قصيرة، هنشتغل اتنين وبعد كده هتبقى دي ايد بقى، هنشتغل الاثنين هيبقوا الاثنين قد بعض. طيب احنا بقى نيجي نركبها. احنا هنقيس المسافة بتاعتنا كده مثلا اهي، دي المسافة اهي، ومش هنلزقها بشمع، احنا هنخيطها. انا لضمت ابرة وفتلة. ومش هجيب العقدة من جوه عشان ما تبقاش باينة جوه، انا هجيبها من بره من هنا، اخدها في الايد نفسها وكده كده هتبقى مدارية اهي من غير ما اقيس ولا حاجة اهي. وهنلفق بقى، فاكرين اللف اهي، نجيبها من فوق عشان نعملها كلها داير ما يبقى. هنلفقها كده او نخيطها كده، ندخل في عين السلسلة نفسها اهي. معلش هو الخيط عشان نصوفه تخين فبيعاكس شوية في الشغل. كان في حد سألني على ورق الدكوباج ده بيتجاب منين وايه اصل كلمة دكوباج، انا مش فاكرة ان انا قلتها في فيديو قبل كده ولا ايه، بس المهم ان انا هقولها لكم. اصل كلمة دكوباج دي اصل فرنساوي، كانوا الفقراء الفرنسيين اما يجي اعياد او مناسبات عندهم كانوا دايما بيزينوا الاغنياء طبعا بيزينوا بيوتهم بيعيدوا نقاشتها تاني وبيلونوها بقى بطريقة يعني باهظة. فالفقراء بقوا يعملوا ايه، بقوا يجيبوا صور يقصوها من ملابس، يقصوها من جرايد، من مجلات، ويلزقوها على بيوتهم بطريقة جمالية. فمن هنا جه فن الدكوباج. وبعدين لما دخل مصر ازاي،
او دخل الوطن العربي ازاي. السفراء اللي كانوا بيجوا عندنا من فرنسا كانوا زوجاتهم بيشتغلوا في الفن ده، فطبعا علموا العربيات، احنا طبعا عربيات قواريد، سواء كان المصريين او الفتاة العربية عامة كلها واحدة، فهم خدوا الفن ده عنهم يعني، هم علموا زوجات السفراء علموهم للعربيات، وانتشر بقى الفن ده في مصر وانتشر في الوطن العربي. ومن رائدات الفن ده في الوطن في مصر بالذات مدام نهد عبود ومدام منى سامي، دول رائدات فن الديكوباج، ربنا يا رب يزيدهم نجاح كمان وكمان، هم دول رائدات الفن ده اللي انا اعرفهم يعني. وفي الوطن العربي مش عارفة مين بصراحة يعني، بس هو العربيات والمصريات هم واحد، لان احنا كلنا عرب، فاحنا كلنا يعني ايه فينا برضو حتة اللقم ده، ان احنا نتعلم وان احنا بنعمل كلنا سواء كانت مصرية او عربية بنعمل من الفسيخ شربات، وربنا يا رب يا رب يحل ما بين ايدينا كده، والوطن العربي كله يرجع يتماسك زي الاول، وتبقى وحدة عربية ونبقى كلنا واحد. بيتجاب منين بقى؟ ده مناديل، وفن الدكوباج اصلا ليه حاجه معينه اسمها ورق الارز او ورق الدكوباج، اصلا ده بيتباع في المكتبات الكبيره، انا مش هقول اسماء طبعا، لكن احنا بقى بنجيب بقى، عوضنا ده بنجيب بتاع اعياد ميلاد، ورق اعياد ميلاد، وده اللي احنا بنشتغل بيه، وهو بيدي نفس النتيجة الحلوة برضه. بس هو ده النبذة اللي أنا كنت هقولها. وبقى المعلومة الطبية بقى، طبعا احنا كلنا لينا بلدنا، كل واحد بيبقى مبسوط قوي وهو بيقول أنا مسافر البلد وأنا من المنصورة، طبعا انتوا عارفين أكتركم عارفين، وأكتركم قصدي عندي على القناة من المنصورة، ربنا يخليهم لي يا رب، من أهلي وأصحابي وكده. طبعا احنا عندنا في المنصوره وانتم ماشيين، او في قصد في اي ريف يعني، هتلاقوا ورق، هتلاقوا شجر صفصاف، شجر كافور على الطرق، الشجر ده كنز واحنا مش عارفين عنه حاجه. الشجر ده لما هتنزلي من العربيه كده وتنقي شويه ورق من بتاع الشجر اللي متساقط على الارض، سواء كان ناشف او اخضر، بتاخديه وتغسليه كويس قوي وتنشفيه حلو وتطحنيه وتعمليه تشربيه زي الشاي، ده جميل جدا لصحة الإنسان، حلو قوي قوي، بينظم الدورة الدموية وجميل، حلو قوي يعني، وللسكر والضغط كل حاجة. وكمان الجذوع بتاع شجر الكافور الناشف لما نجيبها من اللي هو نولعها في البيت بتعمل رائحة عطرية حلوة قوي، فده كنز يعني احنا ما نعرفش عنه حاجة. انا هخيط الايد دي اوريها لكم، وبعدين كده هخيط الايد التانية، وبقى هوريكم الشنطة لما تخلص مرة واحدة. يا رب يكون معلوماتي فادتكم يا رب، واكون خفيفة على قلبكم كده يا رب، وتستفيدوا مني. وانا هعمل الطريقة دي تاني، هعملها في بوك اللي هو كروس ده اللي بيتشال فيه التليفون صغير، عشان انا حاسه ان عشان الفيديو الاولاني ما كملش، فحاسه ان الخطوات كلها سريعه، فيعني بصوا الايد اهي، انا هعمل بقى الايد التانيه وهرجع لحضراتكم تاني اوريكم الشنطه. خلاص انا ركبت الايدين الاتنين اهو، بس انا بقى مش هسيب الايد مصمطه كده. انا كنت جايبه حاجات كده عندي، خرز وحاجات كده فاضل من شغل قبل كده، فهركبه عليه. هيديها منظر يعني. اعطاها منظر حلو اهي، والايد التانية برضه.
انا ان شاء الله عندي لكم المره الجايه الفيديو الجاي وصفه، انا كنت في السعوديه بعمل عمره عقبال عندكم كلكم يا رب، ولما طلعنا على جبل احد كان الساعه 2 في عز الحر، فانا اصلا وشي بيلتهب من الحراره، فواحده هناك سعوديه قابلتني ست كبيره يعني من اللي هم البياعين اللي كانوا قاعدين هناك، قالت لي على وصفه كده حلوه جدا المره الجايه ان شاء الله انا هقولها لك. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، وطبعا اهي النادي والله ممكن تدفع خروج وخروجات لبنات الجامعه برضو ياخدوا فيها اجنده، ياخدوا فيها حاجه حلوه يعني، بس من جوه المساحه بتاعتها كبيره من جوه يعني، مساحتها كبيره من جوه يعني، تاخد كتب واجنده واي حاجه، وفيها جيب للفلوس للكارنيه للبطاقه لاي حاجه. خلاص كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اتمنى اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد، والله انا ما عايزه اسيبكم، عايزه افضل ارغي معاكم لبكره. بس خلاص بقى هو الفيديو خلاص خلص، وقته كمان خلص. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسلام سلام كتير قوي 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 لكم يا حبايبي، وعايزه بقى اي اسئله حد عايز يسالني في اي سؤال او يعترض او يقول لي الفيديو كويس او الشنطه كويسه او كرريها تاني يعني، انا عايز اعملها بوك وعايز اعمل منها صندوق صغير كده لحفيدي بعسافير، هبقى اوريه لحضراتكم برضو، لحفيدي محسن هديه ليه، هو بيحب العسافير وكان جاب عسافير وماتت منه، فانا قررت اعمل له حاجه زي كده بس كبير، يبقى صندوق وفيه عسافير من جوه، عسافير هعملها له برضو. وخلاص يعني الحمد لله الفيديو تم على نجاح، ويا رب يا رب يا رب اقابلكم الفيديو التاني وانتم في اشد احسن صحه وحال، عايزه منكم بقى لايك وشير، وعايزه الكومنتات بقى، عايزه حد يسالني يعني يقول لي اي حاجه وانا هجاوب عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.